أتلفت إدارة مكافحة المخدرات في مديرية الأمن العام كمية كبيرة من المواد المخدرة التي تم ضبطها في 51 قضية واكتسبت أحكامها الدرجة القطعية. ضمن استراتيجية مديرية الأمن العام في تنفيذ أحكام القانون والقضاء وفي إطار جهودها الرامية لمحاربة آفة المخدرات ومنع دخولها وتداولها في المجتمع، جاء إتلاف هذه الكميات من المواد المخدرة التي تم ضبطها بجهود نشامى إدارة مكافحة المخدرات وبتنسيق عالي المستوى مع القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية والجهات المختصة. في صباح هذا اليوم تم إتلاف بحمد الله كمية كبيرة من المواد المخدرة، تم إتلاف 24 مليون و200 ألف حبة من حبوب الكبتاجون، بالإضافة إلى 128 ألف حبة من الحبوب المخدرة، بالإضافة إلى 327 كيلو من مادة الإنفيتامين المخدر، كما تم إتلاف 3412 كيلو من مادة الحشيش المخدر و28 كيلو جرام من بودرة الجوكر المخدرة أو الحشيش الصناعي المخدر، كما تم إتلاف 47 كيلو جرام من مادة الماريوانا المخدرة، كما تم إتلاف 6 كيلو ونص من مادة الهيروين المخدرة و2 كيلو جرام من مادة الكريستال أو الشبوة المخدرة. في إطار الحملة المستمرة لمديرية الأمن العام في التصدي لآفة المخدرات وبالتعاون والتنسيق الكبير جدا ما بين مديرية الأمن العام والقوات المسلحة والجمارك العامة، فقد تم إحباط الكثير من عمليات التهريب في الآونة الأخيرة، بالإضافة إلى ضبط عدد كبير من تجار المواد المخدرة والمروجين لهذه المواد. يشار إلى أن عملية إتلاف المواد المخدرة تتم بإشراف لجنة خاصة في أفران تصل حرارتها إلى 1000 درجة مئوية، بحيث تعمل درجات الحرارة العالية على صهرها وتفتيتها وتجريد نواتجها من الخصائص المخدرة، كما أن المصنع مزود بفلاتر عالية الحساسية تمنع خروج أي نواتج قد تلوث البيئة المحيطة أو تضر بالعاملين في المصنع أو رجال الأمن العام المتواجدين في المكان.